عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا عن حديد الفاي 6، قلنا بيستخدموه في مصر في عمل الزراجين، اتكلمنا عن حديد الفاي 8، قلنا بيستخدموه في الكنات، وقلنا الكلام ده مش قرآن. لو عايز طبعا الكنات لو مش مسيفة على فاي 8 ممكن تستخدم فاي 10. عندك قلنا الفاي 10 بنستخدمه في تسليح السوليد سلاب، وقلنا بنستخدمه في حديد الانكماش للكمرات. عندنا بقى الحديد اللي قطره اعلى من الفاي 10، 12 بقى و14 و16 و18 و20 و22 وانت طالع. ده طبعا الحديد ده بنستخدمه في الاساسات، وبنستخدمه في العمدان، وبنستخدمه في باقي انواع الاسقف، بنستخدمه في الكباري طبعا، لان الحديد ده هاي سترينث ستيل، حديد عالي المقاومه، حديد مشرشر، فبتقدر تعتمد عليه في تسليح العناصر الرئيسيه بتاعتك. بكده نكون خلصنا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.